بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بالجميع في هذه الحلقة من برنامج المسافة الاجتماعية الذي ينتج ويبث عبر قنواتنا الثلاث، تلفزيون قطر وقنوات الكأس وقنوات الريان وإذاعة قطر. والترحيب موصول بالزميل شريف سامي مذيع لغة الإشارة. إذن ابتدأ من اليوم الاثنين 15 يونيو رفع القيود بشكل تدريجي جراء جائحة كورونا كوفيد 19 على 4 مراحل تستمر حتى 1 سبتمبر. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. طبعا هذا الإجراء اتخذ بناء على المعطيات والدراسات المستفيضة التي أجرتها الجهات المعنية في الدولة، حيث شددت في هذا الإطار على أن تطبيق تدابير والإجراءات الوقائية يجب أن يستمر في مراحل الرفع التدريجي للقيود المفروضة التي تطبقها في الدولة جراء انتشار فيروس كورونا، خاصة وأن التهاون في الالتزام بتلك الإجراءات خلال المرحلة المقبلة سيؤدي إلى عودة تفشي الفيروس في البلاد لا قدر الله يا عبد الرحمن ومشاهدينا. ونذكر أن الوباء، وباء كوفيد-19 الذي اشتهر على العالم كله، شكل تحديا كبيرا لكل الدول، وتأثرت من تبعاته جميع المجتمعات بطريقة متفاوتة. ولذلك من المهم إدراك أن كل الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها تهدف في المقام الأول دائما إلى حماية الصحة العامة ووقاية الأفراد من هذا الفيروس، مع مراعاة كل الجوانب الحياتية الأخرى سواء على الصعيد الاجتماعي أو على الصعيد الاقتصادي. نعم، إذن مشاهدين الكرام، نشر موقع كوفيد 19 قطر التابع للمؤسسة القطرية للإعلام البيانات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا، وذلك بحسب ما أعلنته وزارة الصحة العامة، حيث تم تسجيل 1274 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا كوفيد 19، وتعافي 1783 شخصا من المرض، وذلك في 24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في دولة قطر إلى 58681 حالة، بالإضافة إلى تسجيل 3 حالات وفاة رحمهم الله وأسكنهم فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفادت وزارة الصحة العامة بأن حالات الوفاة التي تم تسجيلها اليوم كان أصحابها يتلقون الرعاية الطبية في العناية المركزة ويبلغون من العمر 60 و62 و87 عاما. وتتقدم وزارة الصحة العامة بخالص العزاء وعظيم المواساة لأسر المتوفين. الله يرحمهم برحمته بإذن الله. كما سجلت الوزارة خلال 24 ساعة الأخيرة إدخال 18 حالة للعناية المركزة بسبب المضاعفات الصحية الناتجة عن الإصابة بفيروس، يصل بذلك مجموع الحالات الحرجة التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة إلى 238 حالة. نسأل الله الشفاء لهم العاجل بإذن الله. اللهم أمين. نسأل الله عز وجل الشفاء العاجل لجميع المرضى. مشاهدينا الكرام، في إطار خطة الرفع التدريجي للقيود المفروضة في الدولة جراء جائحة كوفيد 19، والتي ستنفذ على 4 مراحل تبدأ من اليوم وحتى 1 سبتمبر المقبل، أعلن مجلس الوزراء عن تعديل قراره الصادر بشأن إيقاف الخدمات الطبية في المنشآت الصحية، ليتم تقديم هذه الخدمات في حدود 40% من السعة الاستيعابية لمنشآت الرعاية الصحية الخاصة، مع الاستمرار في تقديم خدمات الطوارئ وفقا للشروط والضوابط التي تحددها وزارة الصحة العامة، على أن يعمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر على أن تتولى وزارة الصحة العامة اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد. للحديث عن هذا الموضوع نستضيف السيدة نورة الملا، مدير إدارة ترخيص واعتماد المنشآت الصحية في وزارة الصحة. سعداء بتواجدك معنا في برنامج المسافة الاجتماعية، وكذلك نشكركم على كل الجهود المقدمة في مع هذه الجائحة. وبداية نود أن نتحدث عن إعادة افتتاح العيادات التخصصية وكذلك عن الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبلكم. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا على الاستضافة. طبعا تنفيذا لقرار مجلس الوزراء وقرار اللجنة العليا لإدارة الأزمات بالرفع التدريجي
للقيود الاحترازية لفيروس كورونا كوفيد 19 أصدرت وزارة الصحة تعميمها الذي وضح كما تفضلت تفاصيل تطبيق المرحلة الأولى و اللي هي تفاصيل رفع القيود بالمرحلة الأولى في بالخاص بالقطاع الصحي. طبعا تسمحوا لي أني أذكر هذه الإجراءات المطلوبة أو اللي ذكرت في التعميم بعد إذنكم. طبعا أولا كان التعميم هو استئناف العمل في المنشآت الصحية الخاصة في جميع التخصصات، وألا تزيد مثل ما تفضلت نسبة الإشغال في المنشآت الصحية عن 40% من الطاقة الاستيعابية، مع الاستمرار في تقديم الخدمات الطبية عن بعد لما يسمى بالتيلي ميديسن ما أمكن. نعم. كما هو الاستمرار في تعليق الخدمات الصحية المنزلية في التخصصات الطبية المختلفة، يعني لا يوجد أي زيارات منزلية في هذه الفترة من ناحية الأطباء أو العلاج الطبيعي أو التمريض، ويستثنى من ذلك فقط الخدمات التمريضية المقدمة من خلال العقود طويلة الأمد. طبعا هناك تعليمات أخرى يجب أن تلتزم فيها المنشآت الصحية، ومن هذه الأمور لابد أن يكون هناك في استقبال المراجعين من خلال نظام المواعيد المسبق، لا يكون هناك أي مراجع من غير ما يكون عنده موعد سابق. طبعا يستثنى من ذلك الحالات الطارئة والحالات الحرجة. تخصيص فترة زمنية ما بين كل مراجع ومعالج أو طبيب قدرها 40 دقيقة. طبعا السماح للمراجعين بالحضور للمنشأة الصحية 5 دقائق قبل الموعد، وهذا طبعا منع للتزاحم. كما أنه يجب التأكد من مؤشر الإصابة بفيروس كوفيد عن طريق تطبيق احتراز، والعمل طبعا بفحص الحرارة لكل المراجعين وكذلك العاملين. هناك ايضا تم يعني في مكان الانتظار لازم يؤخذ في الاعتبار او الالتزام بما حددته طبعا وزارة الصحة من توجيهات ومعايير، ان في غرف الانتظار لا تقل المساحة المخصصة لكل مراجع عن 9 متر مربع، او ان يكون هناك مسافة ما بين 1.5 إلى 2 متر بين كل مراجع واخر. وكذلك في حالة أن يكون عندنا مثلا مراجعين ومصابين بأعراض جهاز تنفسي أو بارتفاع درجة الحرارة، لابد من فصلهم في غرف أو أماكن مختلفة عن الآخرين حتى لا تنتقل أي عدوى بينهم. وإذا كان هناك أكثر من شخص لابد أن يكونوا في كل واحد منهم على حدة. يقع على إدارة على المنشأة نفسها عبء توفير كل وسائل الحماية الطبية أو الحماية الشخصية لكل العاملين من ملابس وقفازات. نعم. وكمامات، فهذا لابد للعاملين فيها أن توفر لهم كل هذه الأمور، لأن إحنا نهتم جدا بالكوادر الصحية وهذا مهم جدا، بالإضافة إلى توفير الوقاية التامة لما يكون عندنا أي تداخلات طبية مثل يعني بروسيجرات أو بروسيجرز أو أن يكون عمليات جراحية، في هناك إضافة للحماية الشخصية للعاملين، ويعني حتى يكون هناك واقي من لو كان في رذاذ أو ناتج من التداخلات. استخدام الأدوات ذات الاستعمال الواحد قدر الإمكان، والتخلص منها حسب معايير وزارة الصحة في التخلص من النفايات الطبية. ايضا هناك توجيهات وزاره الصحه لابد الالتزام فيها ما يتعلق بالعاملين في المنشاه الصحيه وضروره متابعه حالتهم الصحيه. عفوا سيدنا على المقاطعه، لكن هذا ما يتعلق بدوركم انتم، ولكن لو سالتك سؤال اخر مثلا، المراجعين يعني انت لاحظتي بعد انقطاع الفتره هذه دخول المراجعين في اول زحمه المواعيد وانتظارهم، كيف التزام المجتمع؟ يعني هل تحسين في وعي كافي؟ هل تحسين مثلا المجتمع يعني عنده دراية بخطر هذا الفيروس بالإرشادات؟ أعتقد أن المجتمع قادر
أن واعي جدا مجتمعنا القطري، يعني من الأمور اللي مرينا فيها، نعم واعي والالتزام، وطبعا هذا يقع على المنشأة أن ما في حد يدخل إلا يكون ملتزم بالكمامات، ملتزم بالأشياء الصحية، ولذلك هاي كان بيكون جزء من الرقابة اللي مطلوبة من المنشأة نفسها عند دخول المراجعين لها. نعم. نعم. طيب سيدة نورة، خلينا نتكلم عن عيادات تخصصية التابعة لوزارة الصحة، اذكري لي اساميهم وما هي الاشتراطات والمعايير المطلوبه منهم. طبعا احنا التعميم هذا شمل القطاع الخاص وبأجمعه، والاشتراطات المطلوبه ذكرناها اللي هي الالتزام بالكمامات، التزام بالمواعيد، انه يكون في مواعيد مسبقه، انه يكون بين كل مراجع واخر 40 دقيقه في المرحله الاولى، والعدد بيكون حسب المراجعة. فإذا كانت في هناك مثلا منشأة فيها 4 عيادات، فكل عيادة تكون كل طبيب أو كل معالج عنده عدد معين، بس الفترة ما بين مراجع أو مريض وآخر لابد أن يكون عندنا 40 دقيقة. ممتاز، الله يعطيكم العافية. ومن المهم الحقيقة نحن أيضا وصلنا هذه الرسالة لمشاهدينا ومستمعينا الكرام، وبالأخص مثل هذه الإرشادات التي لابد أن تطبق أثناء زيارة المواعيد في هذه العيادات. شكرا على هذا الحضور الكريم السيدة نورة الملا، مديرة إدارة التراخيص والمنشآت الصحية بوزارة الصحة، شكرا على هذا الحضور. شكرا، يعطيكم العافية. إذا مشاهدي الكرام، لعلنا ننتقل إلى موضوع آخر. مشاهدي الكرام، 3 أشهر مرت منذ بداية أولى إجراءات الحجر المنزلي الذي فرضتها دولة قطر في إطار الحد من تفشي فيروس كوفيد-19، حيث استطاعت خلاله الهلال الأحمر ومؤسسات أخرى، ونتكلم عن القطري الأحمر، يؤكد دوره الفاعل في مشاركته مع مؤسسات الدولة طبعا في التصدي للفيروس داخل قطر، حيث قدم خدمات طبية ولوجستية وتطوعية جبارة مكنته من أن يكون ضمن المؤسسات القطرية الأكثر تأثيرا في التعامل مع أزمة كوفيد-19، حسب شركة إبسوس الفرنسية. للحديث عن رؤيته الاستشرافية لنهاية كوفيد-19 ودور الهلال الأحمر القطري في ظل مواجهة الفيروس، يسعدنا استضافة الدكتور عبد السلام القحطاني، عضو مجلس إدارة الهلال الأحمر القطري ورئيس لجنة أزمة كوفيد-19 بالهلال الأحمر القطري. بداية دكتور عبد السلام، أهلا بك معنا في برنامج المسافة الاجتماعية، وليت تكلمنا عن الدور البارز التي يعني تلعبه المؤسسات خصوصا الهلال الأحمر القطري في مواجهة مثل هذه الأزمة. السلام عليكم ورحمة الله، مساء الخير عليكم، أشكركم على الاستضافة. الهلال الأحمر القطري من اليوم الأول بدأنا بتشكيل لجنة للتصدي لفيروس كورونا ولهذه الجائحة. كان هناك الكثير من التنسيق مع وزارة الصحة، الاستعداد من خلال كوادرنا الطبية في المراكز الصحية التي تقوم بفحص وعلاج العمالة. أيضا عندنا إدارة الاتصال والإعلام، وكان لها دور أيضا في التثقيف واتخاذ الإجراءات والاحترازات الخاصة بالوقاية من هذا الفيروس. أيضا كان عندنا إدارة المتطوعين، ومثل ما أنت ذكرت المتطوعين كان لهم دور كبير جدا، حيث وصل عدد المتطوعين عندما أعلننا عن حاجتنا المتطوعين إلى حول 18,000 متطوع، وكانوا جاهزين ومستعدين، سواء كان في إدارة المحاجر المختلفة في الفنادق، وأيضا الدعم والمساندة في محجر مكينس الخاص بالعمال. نعم دكتور عبد السلام، الله يعطيكم العافية ونشكركم الحقيقة على هذه الجهود. طبعا احنا تكلمنا على يعني مستوى الصعيد المحلي، لكن ماذا عن الصعيد الدولي؟ هل هناك أيضا لجان اجتمعتم فيها؟ هل هناك أيضا تكاتف للتصدي لهذا الفيروس؟ طبعا حدثت بعض اللقاءات المختلفة مع الاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر، وكان هناك مناقشات وتبادل خبرات من معظم الدول المشاركة في كيفية التصدي وما هي دور الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر في هذه الدول، وتبادلنا الكثير من الخبرات. أيضا هناك دور، لأن لدينا طبعا إدارة الإغاثة الخارجية، وكان هناك مكاتبنا في بعض البلدان ساهمت وساندت المحتاجين في تلك الأماكن، خاصة مع الإغلاقات اللي كانت موجودة في أكثر الدول.
نعم دكتور، أين كانت الاستفادة من خبراتكم في إدارة الأزمات والكوارث في مثل هذه الأزمة وهو انتشار جائحة فيروس كورونا كوفيد 19؟ بلا شك أن هذه الجائحة جائحة جديدة على البشرية كلها، يعني لأن الفيروس غريب وكان مجهول للجميع سواء كان الكوادر الطبية أو المؤسسات المختلفة في الدولة، فكان التعامل معه تعامل ليس بالسهل وليس من البسيط، لكن تم التعامل من خلال أن الهلال الأحمر القطري لديه خبرة في إدارة الكوارث وإدارة المعسكرات وإدارة الحشود، ولذلك كان إدارة الحشود خاصة في المحاجر الكبيرة ومنها محجر مكينس، كان هذا نتاج خبرة، خاصة أن الهلال الأحمر القطري كل سنة عنده معسكر الكوارث اللي يتم بالتعاون بينه وبين وزارة الصحة والإسعاف في مؤسسة الحياة الطبية وأيضا الشرطة والجيش. جميل. دكتور عبد السلام، يعني نعلم أن الهلال الأحمر القطري لديه كادر طبي يتجاوز 800 موظف، ما هو العمل المنوط على الهلال الأحمر القطري في ظل هذه الأزمة طبيا؟ يعني صحيح، نحن طبعا الهلال الأحمر القطري يدير 4 مراكز صحية لفئة العمال، ومن اليوم الأول بالتعاون مع وزارة الصحة، طبعا هو بتكليف من وزارة الصحة، وجاتنا التعليمات طبعا بالاحتراز والانتباه والبدء بأخذ الإجراءات من حيث فرز المرضى بناء على حالة المريض والشكوى، طبعا اللي هي الحرارة المرتفعة أو في كحة أو أي شيء من ذلك، وفرز المريض اللي هو فيه يعني suspected لأنه هو عنده يعني فيروس، وعن المرضى الآخرين اللي هم عندهم أمراض مزمنة. وفي نفس الوقت بدأت المراكز الصحية بعمل المسحات الخاصة بكوفيد 19، أيضا تم فحص أكثر من 50,000 مريض شهريا، يعني إلى اليوم نتكلم عن 3 شهور تقريبا وصلنا إلى 160,000 إلى 180,000 زيارة. أيضا الكوادر الطبية ساعدت في محجر مكينس حيث كان الأطباء هناك يعني يتم إدخال المرضى وفحصهم والتشيك عليهم ثم أيضا إخراجهم بعد انتهاء مدة الحجر. ممتاز. طيب أيضا احنا نهنيكم من ناحية الفوز أيضا بأفضل كأفضل 10 مؤسسات كان لها تأثير في هذه الأزمة، ولكن ما هي المعايير التي ساهمت في هذا الإنجاز؟ طبعا هو أكبر سبب، احنا ذكرنا في البداية مسألة الكوادر الطبية وتعاونهم مع المرضى، لكن كان هناك دور كبير للمتطوعين. المتطوعين طبعا عندما شاركونا في تواجدهم في المجتمع في مختلف المحافل خاصة في المحاجر وأيضا في المجمعات الاستهلاكية ومساعدتهم للناس، أيضا تقديم الوجبات الغذائية في أماكن مختلفة من الدولة كان له صدى كبير دوليا وداخليا، وأيضا إدارة الاتصال والتثقيف الصحي في مختلف اللغات لجميع شرائح المجتمع كان له أيضا دور فعال وإيجابي. نعم دكتور، بالنسبة لكم ما هي أبرز الإنجازات التي حققتموها خلال انتشار جائحة فيروس كورونا، وما هي الاستفادة التي كانت بالنسبة لكم أيضا في هذه الأزمة؟ والله أنا أعتقد أن تعلمنا من الجائحة هذه الكثير، خاصة التعاون والشراكات بين المؤسسات والوزارات المختلفة في المجتمع، كلنا وقفنا يد واحدة، المجتمع نفسه وأفراده تكاتفوا واتبعوا الإنشادات والنصائح التي جاءت من وزارة الصحة والحكومة، هذا أدى أن احنا استطعنا جميعا في مقاومة هذا الفيروس. استفدنا مثل ما ذكرت شراكات كبيرة، تعلم الهلال الأحمر القطري، استفدنا من هذه الجائحة خبرة جديدة، أيضا استفاد المتطوعين، أصبح لدينا كوادر متطوعين تدربوا من خلال هذه المشكلة، أيضا إدارة الحشود، طبعا في فرق بين المعسكرات وبين الحقيقة، تعلمنا الكثير واستفدنا الكثير، وهذا إن شاء الله يعني يعتبر خبرة للمستقبل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا هذا البلاء في أقرب وقت. اللهم آمين. دكتور عبد السلام، كونك رئيس يعني لجنة أزمة كوفيد 19 وهذه فرصة يعني عبر القنوات الثلاث والإذاعة، إيش حاب توجه للمستمعين المشاهدين؟ أكيد والله أنا أحب أوجه أن احنا يعني اليوم هو بداية المرحلة الأولى
لا نستهين ونستمر في التباعد ولبس الماسكات إن شاء الله حتى يعني تحدث المناعة المنتشرة ويصبح هذا المرض مثل الأمراض السابقة وينتهي يعني دوره المخيف أو الانتشار السريع اللي يكون فيه. الالتزام والانتباه ويعني اتباع الإرشادات اللي تأتي من وزارة الصحة هذا أهم شيء بإذن الله. وحنا أيضا نشكر رجالات الهلال الأحمر القطري على كل ما يقدمونه من مساهمات فعالة سواء يعني قبل هذه الجائحة أو أثناء هذه الجائحة. الدكتور عبد السلام القحطاني عضو مجلس إدارة الهلال الأحمر القطري وكذلك رئيس لجنة أزمة كوفيد 19، شكرا على هذا العطاء. شكرا لكم دكتور. جزاكم الله خير. دائما نشكر كل الجهات التي قامت بالحد من انتشار هذا الوباء دائما وأبدا عبر برنامج المسافة الاجتماعية. إذن مشاهدينا فاصل قصير ولا نعود. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. مشاهدينا الكرام، أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن الإجراءات والاشتراطات الخاصة بارتياد عدد محدود من الحدائق العامة والمنتزهات لممارسة الرياضة خلال أوقات محددة اعتبارا من يوم الاثنين، وذلك ضمن الخطة الرئيسية الشاملة للدولة للرفع التدريجي للقيود الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 في مرحلتها الأولى. للحديث عن هذا الموضوع يسعدنا استضافة السيد محمد الخوري مدير إدارة الحدائق بوزارة البلدية والبيئة. بداية أهلا بك معنا في برنامج المسافة الاجتماعية. حدثنا عن مراحل افتتاح الحدائق العامة بشكل تدريجي وما هي أهم الاشتراطات المطلوبة لدى رواد الحدائق. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نشكركم الحمد لله. اليوم طبعا يوم سعيد في 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 الدولة، شهد عدة أشياء يعني فقدناها احنا من فترة طويلة، أهمها طبعا عودة الحياة تقريبا إلى طبيعتها من افتتاح المساجد وكذلك يعني تخفيف الإجراءات، وأيضا عندنا افتتاح الملعب استاد المدينة التعليمية. صحيح. فنحمد الله على الأمور هذه كلها وإن شاء الله الله يرفع البلاء عن قطار في أقرب وقت إن شاء الله. اللهم آمين. بالنسبة للإجراءات اللي تم تخفيفها بالنسبة للحدائق، الحمد لله تم اختيار مجموعة من الحدائق في الدولة أن يستطيع رواد الحدائق ممارسة الرياضة فيها. طبعا في الاشتراطات لا زالت موجودة ولكن القيود بعضها رفع، يعني الآن بإمكان المواطنين والمقيمين أنهم يمارسون الرياضة في الحدائق. طبعا كل الإجراءات في دولة قطر تخضع للاشتراطات الصحية. الحدائق طبعا عندنا احنا 8 حدائق راح تكون يعني أوقات الزيارة فيها من 4 فجرا إلى 9 صباحا ومن 4 عصرا إلى 10 مساء. عندنا منتزه الخور والوكرة والقطيفية ومنتزه الشمال، حديقة السلية، المتحف، وحديقة الريان البساط الأخضر، بالإضافة إلى أيضا تم افتتاح حدائق سباير وحديقة البدع وكذلك حدائق كتارة. هذه الحدائق طبعا الإجراءات فيها أكيد في الحدائق اللي بيكون فيها يعني نحافظ على التباعد الاجتماعي، ما في تجمعات في الحدائق ولا جلوس. طيب شلون راح يتم يعني شلون راح يتم؟ نعم. ضبط الآلية. نعم لأن المكان مفتوح سيد محمد، رواد. يعني مش صحيح مثلا رواد مثل الحديقة. الأسواق والمجمعات أو مكان مغلق وفي احتراز. نعم. هذه مكان صحيح. مفتوح طبعا بالنسبة أيضا للأعداد، يعني هل في تحديد أيضا للأعداد؟ نعم. الحدائق أغلبها فيها رجال أمن أو هذول كلهم عندهم التعليمات، وفي حدائق طبعا فيها لها أسوار مثل حديقة الخور والبكرة والشمال. الحدائق المفتوحة في مراقبين يجيبون الحدائق يعني لرصد المخالفين بإذن الله. إن شاء الله الآن يعني أصبح الوعي بدرجة كبيرة موجود عند الناس، ونشاهد الآن الكل يعني ملتزم حتى مع تخفيف الإجراءات أثناء الرياضة بعدم الإلزام بلبس الكمامات. نشاهد مجموعة كبيرة من حرصهم الزايد يكون يعني لابس الكمامة.
فاحنا بنكون موجودين والمراقبين موجودين في الفترات هذه اللي ذكرناها. ان شاء الله بيتم يعني تنبيه المخالفين، ويعني كل الاجراءات راح تطبق ان شاء الله باذن الله. طيب يعني هل لاحظتم اليوم مثلا، يعني انا مثلا طلع تقارير اليوم اكثر من قناه سواء تلفزيون قطر ريان، انهم الناس مستانسين برجعه الحياه الى المجمعات والاسواق، فهل لاحظتم ايضا ذلك في الحدائق او ان الحر مانع الناس من الاستمتاع بهذه الاجواء خصوصا في فترتين صباحيه ومسائيه؟ صحيح، شوف الكل لاحظ في قطر الفتره اللي طافت ان الرياضه وممارسين الرياضه زادوا، وكانوا يعني نشوفهم في الشوارع ولا حتى في الفرجان. فالحدائق شهدت اليوم اقبال من ممارسين الرياضه، يعني هو بدل ما يمشي في الشارع فأمل أن يمشي في حديقة قد تكون مسورة أو في حديقة وسط يعني منطقة خضراء تكون ملائمة للمشي. ففعلا كان في إقبال. احنا يعني أوقات الزيارة احنا يعني اخترناها من 4 لـ 9 صباحا، يعني الناس عادة بعد الفجر في مجموعة كبيرة يتريضون. صحيح. وأيضا الفترة المسائية يعني من بدل ما يعني أول ما تنزل الشمس قبل المغرب بشوي نفتح الحدائق إلى 10 مساء، يعني هذه الأوقات اللي إحنا دائما نرصد فيها يعني أعداد من ممارسين الرياضة. من 4 الفجر نعم إلى 9 صباحا، إلى 9 صباحا، من 4 مساء إلى 10 مساء. جميل. طيب ما أبي أكون متشائم، ولكن هي مرحلة جميلة افتتاح الحدائق، عودة الحياة بشكل تدريجي بالنسبة لدولة قطر، ولكن لا سمح الله لا سمح الله تواجد أحد المصابين في هذه الحدائق، ما هي الإجراءات التي سيتم اتخاذها؟ جميل. إحنا طبعاً في الحدائق المغلقة يتم احتراز. يعني نشيك على البرنامج احتراز. نعم. هذه في المناطق، وأيضاً قياس درجة الحرارة. أما بالنسبة للأماكن المفتوحة فهي طبعاً أنا قلت لك الناس أصلاً تمارس الرياضة بشكل كبير، وخصوصاً الأماكن المفتوحة ترى يعني إحنا بنركز على أنه ما يكون في تجمعات. فإذا ما يعني كل حديقة ممكن تضم كم شخص تقريباً؟ إحنا طبعاً حددنا أن تكون يعني أقل من الطاقة الاستيعابية إلى 30-40% حد أقصى، ويتم إغلاق الحديقة. أنا أقول لك إحنا بالنسبة لرياضة المشي فقط إن شاء الله أن الأمور طيبة وما بيكون فيه تكدس كبير. طيب هل جميع الحدائق مغلقة؟ يعني هناك حدائق مفتوحة، يعني من جميع الجهات راح يتوافدون الناس لها. ما أنا قلت لك إحنا عندنا رجال الأمن موجودين، يعني هذا ممكن يدور الحديقة وباستمرار إذا شاف شيء يعني لفت انتباهه ولا هاي ممكن يطلب من احتراز أو حتى يأخذ درجة حرارته. أما إذا كان في يعني إذا أنا ما أعرف إيش تقصد، يعني أنا أقصد الله يسلمك إن هناك مثلاً بعض الحدائق غير مسورة وتحتاج أيضاً إذا كنتوا بتحطون رجال أمن أو بيكون في رجال أمن يعني تحتاجون لأعداد كبيرة، هناك مساحات شاسعة في الحدائق مثل سبير مثلاً، فيعني هل العدد هنا راح يكون محدد؟ الناس راح تتوافد من جميع الجهات، شرق شمال جنوب غرب؟ صحيح، أنا قلت لك إن كل حديقة طبعاً على حسب مساحتها يتم تحديد رجال الأمن فيها، وهذه طبعاً يعني سباير تدري يعني في السابق كانت تستقطب آلاف من الزوار. صحيح. نظراً لأن في السابق كان في أطفال، أما الآن يعني أغلب المرافق مغلقة في الحدائق فبيكون مقتصرين على بس ممارسين الرياضة. أنا يعني سيد محمد أنا يمكن أوقف في صفك في هذه النقطة، مش في صف سالم ولا عبد الله، لأن العالم فتحوا لهم الحين المجمعات. أول شيء خلنا نروح المجمعات لاحقين على الحدائق بعدين، والجو حار. سيد محمد يعني كلمة في الختام للجمهور لمن يرتاد الحدائق من تعود على الرياضة سواء صباحية أو مسائية في ختام هذه المقابلة. والله أنا كلمتي للجميع يعني سواء مرتدين الحدائق المولات المساجد، يعني الحمد لله اليوم يعني نشهد فرحة في دولة قطر صراحة. يعني نتمنى من الكل يلتزم، إن ما نبي نرجع للمربع الأول ويضطرون الجماعة إن الله لا يقول إن شاء الله وتزيد عدد الحالات. يعني نتمنى الكل يلتزم، ولازلنا نقول يعني تقتصر الطلعات على الضرورة، وإن شاء الله يا رب أن تعدي المرحلة هذه ونرجع لحياتنا الطبيعية. إن شاء الله يا رب. بس نقطة سريعة، الخدمات متوفرة في الحدائق؟ لا طبعا الآن فقط يعني الرياضة فقط، احنا كل الخدمات متوقفة. جميل. إلى أن إن شاء الله. نعم.
سيد محمد الخوري مدير إدارة الحدائق بوزارة البلدية والبيئة، شكرا جزيلا لك على هذه الجهود، وإن شاء الله أن الكل راح يلتزم بالإجراءات الاحترازية في ارتياد الحدائق أو حتى ممارسة الرياضة. إذن شكرا على هذه الجهود مع بداية المرحلة الأولى من المراحل الأربعة. مشاهدينا الكرام، استعدادا لعودة التدريب واستئناف منافسات الدوري القطري، استفاد اللاعبون وطواقم الفنية وكذلك التقنية من عملية إجراء الفحوصات تماشيا مع خطة وزارة الصحة. لنتابع. اشتقنا لمتعة الكرة المستديرة، افتقدنا أجواء المنافسة، هذا ما يتردد على لسان معظم عشاق الكرة القطرية بعد فراق غير مسبوق فرضته الكورونا. عشق متابعة المباريات لا يعرف قيمته إلا من اعتاد على تشجيع ودعم فريقه في السراء والضراء، يفرح عند تسجيل أهداف الفوز ويحزن عندما تضيع فرص الانتصار. كرة القدم وحدت الشعوب وألغت الحدود الجغرافية، وعلى مر السنين التقى الجميع في دوحة الجميع. غياب طويل كتب له أخيراً أن يتوقف ويزول بعد اتخاذ قرار عودة الحياة من جديد إلى أرضية المستطيل الأخضر، إذ أعلنت مؤسسة دوري نجوم قطر عن مواعيد وملاعب مباريات الجولة 18 من بطولة الدوري القطري التي ينتظر أن تقام يومي الجمعة والسبت 24 و25 من الشهر المقبل. وتماشياً مع إكراهات المرحلة وتطبيقاً لأهداف الخطة التي حددتها وزارة الصحة، تم إخضاع اللاعبين والأطقم الفنية والإدارية لفحص فيروس كورونا. إذ شهدت الأيام الماضية تنظيم عملية إجراء الفحوصات بشكل مكثف أشرفت عليها الطواقم الطبية، واستفادت منها جميع الأندية القطرية قصد التأكد من صحة وسلامة الجميع قبل بداية التدريب استعداداً للمنافسات القادمة. عودة كرة القدم من جديد لا تعني نهاية الفيروس وتجاوز مرحلة الخطر، لهذا وجب الالتزام بإجراءات الوقاية وتوخي الحيطة والحذر للمساهمة معا في احتواء انتشار الجائحة وضمان العودة إلى مدرجات الملاعب في الوقت المناسب. مشاهدينا الكرام، طبعا بعد عودة الحياة ولو تدريجيا إلى المجتمع، خصوصا مع هذه الصورة الجميلة اللي ختمنا في هذا التقرير، أيضا هناك فاصل وراجع لكم لاستكمال ما تبقى من برنامجكم المسافة الاجتماعية. مشاهدينا الكرام، بعد إغلاق للمساجد في كافة أنحاء الدولة دام نحو 3 أشهر، قامت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية اليوم الاثنين بإعادة فتح 500 مسجد في الدوحة والمناطق الأخرى، وذلك في المرحلة الأولى من رفع الحجر الصحي التدريجي مع تطبيق إجراءات احترازية مشددة تتناسب مع الإجراءات الصحية الحالية المتبعة من الدولة للتقليل من تفشي انتشار فيروس كورونا كوفيد 19. وللحديث عن ذلك يسعدنا استضافة السيد سليمان جمعان القحطاني، رئيس قسم توجيه الأمة والخطباء بإدارة المساجد بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. بداية شيخ سليمان، حدثنا عن خطتكم المعمولة الآن يعني لحماية المصلين من تفشي هذا الوباء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. يقول مولى جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ونعم الله عز وجل علينا كثيرة، ومن هذه النعم نعمة المساجد. اليوم بإذن الله عز وجل تم إعادة فتح المساجد بعد إغلاق دام لأشهر عديدة. قامت إدارة المساجد بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بوضع خطة لإعادة فتح المساجد. هذه الخطة مبنية على مجموعة من المحاور. أول هذه الأمور هو في الحقيقة الفتح التدريجي للمساجد، بحيث أن يتم فتح المساجد بشكل تدريجي، ثم أن هذه المساجد تم البدء بالصلوات اليومية، ثم لاحقا بمشيئة الله ستقام صلاة الجمعة،
الهدف من هذه الخطوة هو حتى يعتاد المصلين على الإجراءات الاحترازية التي سنتحدث عنها إن شاء الله لاحقا. كذلك سبقت عملية افتتاح المساجد حملة توعوية أطلقتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عبر منصات التواصل الاجتماعي التابعة لها. الهدف من هذه الحملة هي توجيه الناس أو توجيه المصلين بالإجراءات الاحترازية التي ينبغي الالتزام بها والمواظبة عليها بإذن الله. بالنسبة لهذه الخطة هي في الحقيقة مكونة من 4 مراحل. المرحلة الأولى انطلقت اليوم 15/6 فجر هذا اليوم يوم الاثنين، تم فتح ما يقارب 25% من عدد المساجد مع الاقتصار على صلاة الجمعة فقط في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب لعدد 40 شخص، وهم الأشخاص العاملين في المسجد. المرحلة الثانية بإذن الله عز وجل ستكون 1/7، سيكون أيضا فتح مساجد أخرى في نسبة 25% مع الاستمرار على صلاة الجمعة فقط في جامع الإمام محمد عبد الوهاب. المرحلة الثالثة إن شاء الله ستكون 1/8، سيتم تشغيل يعني في هذه المرحلة سيتم تشغيل ما يقارب 75% من عدد المساجد الكلي. في هذه المرحلة تحديدا في المرحلة الثالثة سيتم فتح صلاة الجمعة لعدد 54 جامع، وسيتم إن شاء الله عنها الإعلان عنها لاحقا. المرحلة الرابعة وهي 1/9 سترجع الأمور إن شاء الله إلى وضعها المعتاد. نعم شيخ سليمان الله يعطيكم العافية ونشكر لكم أيضا جهودكم. لكن يعني بالنسبة الآن في المرحلة الأولى، هل هناك أعداد محددة للمصلين؟ لأن يمكن أصبح يعني أكثر ناس يقول رحنا للمسجد لقناهم مسكرين الأبواب أثناء الصلاة، فنبي نتكلم عن هذا الجانب، نوضح أيضا يعني أهمية هذا الدور وليش تمت يعني اتخذت وزارة الأوقاف مثل هذا الدور في تسكير المسجد أثناء إقامة الصلاة. صحيح، كما قلت اليوم فجر الاثنين فتحنا ما يقارب 25%، أي ما يعادل 500 مسجد من أصل أكثر من 2200 مسجد. وهذه المساجد تم اختيارها وتم اختيارها بعناية وفق معايير حددتها إدارة المساجد. من هذه المعايير أولا أن تكون هذه المساجد في مناطق ذات كثافة سكانية غير مزدحمة، أيضا أن هذه المساجد يتم فتحها أو تم اختيارها بناء على الطاقة الاستيعابية للمسجد اللي هي عدد المصلين، فكانت ما بين المرحلة المتوسطة والمرحلة الكبيرة. أيضا من معايير اختيار هذه المساجد أن يكون هذا المسجد له فناء أو حوش داخلي مفتوح. الهدف من هذا هو الحصول على تهوية جيدة ونقية بهدف الحفاظ على سلامة المصلين. الله يعطيك العافية. لكن أنا أرجع لمحور السؤال، إغلاق المساجد أثناء إقامة الصلاة، هل هناك عدد معين يستوجب استكماله أثناء إقامة الصلاة ومن ثم تغلق المساجد؟ يعني هل حنا يعني ملزمين في 40 شخص فقط أو 10 أشخاص أو 15 شخص أو 20 شخص؟ جميل. بالنسبة لعدد الأشخاص لكل مسجد من المساجد التي تم افتتاحها، كل مسجد لا طاقة استيعابية محددة، هذه الطاقة تختلف باختلاف مساحة المسجد، إذا كان جامع كبير أو جامع صغير. غلق المسجد لن يتم إلا في حالتين، حلو، وصول المسجد للطاقة الاستيعابية، وكما قلت أن المساجد تختلف، بعضها 200 بعضها 1000 بعضها 20 شخص، أو أن إذا أقيمت الصلاة سيتم غلق المسجد لأن ستتوقف جميع الإجراءات الفحص للمصلين. نعم، العدد معين. طيب ما هي النصائح والإرشادات المطلوبة من المصلين قبل الاتجاه للمسجد؟ بالنسبة لي النصائح الموجهة للمصلين
بداية الاستعداد للصلاة بوقت كافي، بحيث أن يعني المصلي يجب عليه أن يتوضأ في المسجد أو في المنزل عفوا، لأن أماكن الوضوء المخصصة في المسجد مغلقة. هي مغلقة في هذه المرحلة. كذلك ننصح المصلي بالخروج المبكر للمسجد حتى يتمكن من الدخول بسهولة وتحقيق موضوع التباعد الاجتماعي، يكون مصطحب معه سجادة الصلاة، سجادة الصلاة الخاصة فيه. ممتاز. وكذلك مرتدي الكمام وارتداء المصاحف القرآن اللي يأخذه معه بالنسبة للبيت. لا، بالنسبة للمصاحف نفضل في هذه الفترة الحالية أن يتم الاقتصار على القراءة من الهاتف الجوال من خلال أحد التطبيقات القرآنية، ومنها تطبيق مصحف قطر يعني يفي بهذا الغرض. صحيح. كذلك هناك مجموعة من الإجراءات أو النصائح للمصلين، ضرورة تحميل برنامج احتراز بحيث أن لن يسمح بالدخول لقاعة الصلاة إلا المصلي اللي يحمل مع برنامج احتراز. أيضا ننصح الإخوة كبار السن، أصحاب الأمراض المزمنة، كذلك الأطفال بالصلاة في المنزل، خاصة في هذه المراحل المبكرة من إعادة فتح المساجد. سيد سليمان، احنا نتمنى يعني من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية يعني أن يعني تلبي تعطش المصلين لهذه الصلاة، خصوصا يعني أن المجمعات تفتح من الصباح حتى المساء، والمساجد لا يعني مقتصر فقط فتحها حتى الإقامة، يعني حتى من يريد أن يدخل إلى المسجد وقت الصلاة ويلحق على مثلا الركعة الأولى والتكبير الركعة الثانية 5 دقائق، وكذلك الإمام مطلوب منه أنه يقتصر في الصلاة على قصار الصور، علشان يعني إجراءات اتخذتها وزارة الأوقاف مشكورة للحد من انتشار فيروس كورونا، ولكن يعني نود من وزارة الأوقاف يعني مشكورة أن تنظر لهذا القرار يعني بعين دراسة أخرى، لعل تكون الفترة هذه أطول، يعني لا نريد أن يقارن المسجد بالمجمع والمحل التجاري، ولكن يعني نرجو من وزارة الأوقاف يعني النظر في هذا القرار وهذه الإجراءات، مشكورين. ونود منك بالختام كلمة سيد سليمان يعني لمرتدي المساجد، خصوصا أن هناك الجمعة ستكون في مسجد واحد فقط، والمساجد الأخرى للدولة لن تكون فيها جمعة، فهل ستقام فيها صلاة الظهر كسائر صحيح. الأيام، أو يغلق المسجد وقت الظهر حتى صحيح. لا يشكل على الناس؟ نعم، بالنسبة للنقطة الأولى اللي هي مسألة غلق المسجد، وزارة الأوقاف لن تألو جهدا في خدمة المصلين مع مراعاة الحفاظ على سلامتهم. نحن إن شاء الله بإذن الله عز وجل مثل ما تحدثت في بداية الكلام أن هذا الرفع هو رفع تدريجي، وبإذن الله عز وجل أن سنقوم بهذه الإجراءات بشكل تدريجي إلى عودة الأمور إلى طبيعتها. في الختام أوضح أن صلاة الجمعة في هذه المرحلة الأولى والثانية ستكون مقتصرة في جامع الإمام فقط العاملين، وأما بالنسبة لبقية المساجد فليس هناك لا صلاة جمعة وأيضا ليس هناك صلاة ظهر. سيكون المسجد في يوم الجمعة وقت الظهيرة سيكون مغلق في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية. نعم، سيد سليمان جمعان القحطاني، رئيس قسم توجيه الأمة والخطباء بإدارة المساجد بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، شكرا جزيلا لك. الحمد لله، يمكن مشاهدينا زملائنا كنا نتمنى ان احنا يتم افتتاح المساجد لما كنا نسمع الاذان وغير مسموح لنا لارتداد المساجد، ولكن الان تم الافتتاح بشكل تدريجي، بعد يعني نحن نقدر نصبر شوي لفتره معينه المرحله الثانيه ان شاء الله، والله يأجرنا ان شاء الله في هذه الايام الى ان يتم افتتاح جميع المساجد في دوله قطر باذن الله. وتاكد ان وزاره الاوقاف حريصه الحقيقه على سلامه الجميع من خلال أداء الصلاة في تزاحم، فهنا قد تكون العدوى انتقالها يكون أيضا مباشر وكذلك قوي، فلذلك بدأت بالمرحلة الأولى والثانية وكذلك الثالثة وأيضا المرحلة الرابعة. مشاهدينا الكرام، أعلنت الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود بوزارة الداخلية أنه في إطار تنفيذ المرحلة الأولى
من الرفع التدريجي للإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا سيتم السماح برحلات القوارب الشخصية اعتبارا من اليوم، كما أعلنت عن مجموعة من الاشتراطات نتعرف عليها من خلال استضافتنا للمقدم بحري عبد العزيز علي المهندي مساعد مدير عام أمن السواحل والحدود. حياك الله معنا وسعداء بتواجدك في برنامج المسافة الاجتماعية، وكذلك نشكركم على كل الجهود التي قدمتوها قبل وأثناء هذه الأزمة. بلا شك الجميع يتطلع للرحلات البحرية، ونتوقع أن هذا أيضا خبر سعيد وبالذات لرواد البحر. ما هي الإجراءات المتخذة من خلال أول يوم بالسماح للقوارب الشخصية أن تبحر من خلال الرحلات في أول يوم، يعني تم في فتح هذه الاشتراطات؟ بداية السلام عليكم وأشكركم على الاستضافة الطيبة هذه، وإن شاء الله نتمنى أن نقدر نجاوب على أغلب الأسئلة اللي تراود مرتادين البحر، ونقدر نستفيد أو نقدر نفيدهم بشكل أو بآخر بالمتطلبات المرجوة أثناء قيام برحلات البحرية. اليوم ولله الحمد كانت بداية المرحلة الأولى في تخفيض القيود الخاصة بكوفيد 19 واللي من ضمنها ارتياد البحر، فكان الإدارة العامة من السواحل الحدود دور كبير في العمل هذا، ولله الحمد قدرنا نتواصل مع اللجنة الخاصة بمكافحة الوباء اللي وضع بعض الشروط أو بعض المتطلبات الخاصة بارتياد البحر على أساس أن أهل البحر يقدرون يستفيدون من رحلاتهم المطلوبة. مقدم عبد العزيز، يعني هل هناك اشتراطات خاصة بصاحب الوسيطة البحرية مثل قائد المركبة مثلا، عدد معين، تطبيق احتراز، لازم يكون مثلا لخفر السواحل تسجيل، طالع وين، كم المدة، من معاك، يعني في اشتراطات معينة؟ طيب طبعا في البداية الوسائط البحرية أنواعها كثيرة، وأغلبها تشتمل على معنى القارب الخاص أو الوسيطة الخاصة اللي تحمل السنبوك الخشبي واليخت والطراد والجوت بوت وما شابه. في المرحلة الأولى احنا اعتمدنا على الفتح لأربع فئات من اليخت الخاص والسنبوك الخشبي والجيت بوت والطراد النزهة. هذه كل وسيطة فيهم لها عدد محدد، فالسنابيك الخشبية واليخوت لها 10 أشخاص بالإضافة إلى طاقم البحري اللي يقود السفينة نفسها. أما بالنسبة للطرادات والجيت بوت فاعتمدنا على نصف الحمول المسجلة في رخصة التسيير، لأن لكل وسيطة عدد محدد من الأشخاص المتواجد عليها، فاعتمدنا أن يكون نصف العدد بما فيهم قائد الوسيطة نفسها. الاشتراطات الصحية أو التواجد تم تحديدها بتواجد من الدرجة الأولى اللي هو الشخص وأبنائه أو الشخص وأخوان المقيمين معاه في نفس المنزل، على أساس أن نحد من عملية انتشار الفيروس أو الاختلاط الغير مبرر أو الاختلاط اللي ممكن يساعد في عملية الانتشار. للتوضيح يعني صاحب اليخت مثلا إذا بينزل البحر ينزل معاه هلا، ممنوع أنه مثلا يجيب حد من رابعة ولا برع العائلة على خلنا نقول؟ يعني في المرحلة الأولى مختصرة على الأقربان بالدرجة الأولى، مثل ما يعني يتم التشيك عليهم من الشخص النازل، يتم التدقيق، نعم يتم التدقيق عليهم من المتواجدين على اليخت وعلى الوسيطة. هالقطر ما صدقوا أول ما قالوا المرحلة الأولى كلهم في البحر. طيب وإذا حد خالف مثلا مثل هذا القرار، إنه شفتوا إنه في شخص نازل صاحب اليخت مثلا أو الجت ولكن اللي معاه ما يصيرون له، طبعا قال لك خالي واسمه مختلف مثلا. هو لا بد ان تصير مثل الامور هذه، لكن لله الحمد افراد قوات او افراد امن السواحل وضباطهم متدربين على الاعمال هذه، وقد اشتغلوا من قبل فترات طويله على بعض المخالفات او المخالفات المتكرره من الناحيه هذه. يمكن هذه المخالفه جديده بالنسبه لنا اللي هي المخالطه او الجائحه هذه، لكن تم التوجيه لهم وتم تدريبهم خلال الفترة الماضية على كيفية التعامل مع مثل هذه الحالات، بالإضافة للتنسيق مع الجهات المعنية سواء اللجان المعنية بمكافحة الفيروس أو الخدمات الطبية في وزارة الداخلية أو الجهات الأمنية التابعة للوزارة في كيفية التعامل والتعامل مع المخالفين في النقطة هذه. طيب هل يلزم تحديد مسار الرحلة؟ بالنسبة لليخوت والسنابيك الخشبية يلزم تحديد مسار الرحلة قبل الخروج، منها على أساس المتابعة ومنها على أساس تحديد الأشخاص المتواجدين عليها. أما بالنسبة للجيت بوت أو الطرادات فأغلبها يكون تحديد المسار عند تسجيل الخروج من النقاط التابعة لإدارة من السواحل. نعم. طيب مقدم عبد العزيز، فرصة وجودك معنا على مباشرة الحين، موسم رحلات البحرية والصيد
إلى آخره. فحاب توجه رسالة أو شيء إحنا ما ذكرناه من الأسئلة مهم للمشاهدين والمستمعين؟ طبعا من ضمن الأعمال اللي راح يقومون فيها أفراد أمن السواء الحدود اللي هو التدقيق العشوائي على الوساطة البحرية والمتواجدين عليها على تطبيق احتراز. فأتمنى أن كل المتواجدين في الفترة القادمة إن شاء الله أن يكون متأكدين موجود تطبيق احتراز على هواتفهم، أن تكون الحالة عندهم اللي الحالة الخضراء على أساس ما يتعرضون لإلغاء الرحلة أو اتخاذ إجراء الثانية يعني تعكر عليهم صفو الرحلة، بالإضافة للالتزام بالاشتراطات الصحية اللي الكل عالم فيها والكل داري فيها بخصوص مكافحة انتشار الفيروس اللي التباعد والالتزام بالكمامات والأمور الثانية. هذه طبعا من الأشياء الموجودة، لكن في نفس الوقت احنا نتمنى لهم رحلة سعيدة إن شاء الله، ونتمنى لهم أنهم يستمتعون بالأجواء البحرية الموجودة في الوقت الحالي، لكن مع الالتزام بالاشتراطات المطلوبة سواء الصحية أو الأمنية. نعم يعطيكم العافية، والله عينكم علينا هالفترة، معلش استحمل هالقطر، مشتاقين حق البحر فأكيد عليكم ضغط، يعطيكم العافية. المقدم البحري عبد العزيز علي المهندي مساعد مدير عام أمن السواحل والحدود، شكرا جزيلا لك، والله يعينكم إن شاء الله الفترة القادمة. والجميع شاكر لكم. والله هي المرحلة الأولى فيها نقلة الحقيقة يعني. صح أكيد فيها نقلة وفيها تغير كثير يعني في الأنظمة والقواعد والاشتراطات، ولكن أتوقع أن الدور لابد يكون على المجتمع أن يتعاون مع هذه الاشتراطات وكذلك الالتزام أيضا بالقواعد وأيضا تطبيق احتراز مهم، خصوصا يعني في الأماكن اللي فيها تجمعات مثل المجمعات التجارية. يعني أنا اليوم مريت على أحد المجمعات التجارية على خط الشمال، كانت السيارات يعني المواقف تقريبا ممتلئة. فنرجو يعني من مرتادين المجمعات المحلات التجارية يعني ما نبي نرجع خطوة إلى الوراء، نذكركم بالماضي. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن دائما ننظر إلى الأمام ونتقدم إلى الأمام. ويعني وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم. نعم لازم نحس بالنعمة بأن الحمد لله في بعض الأمور وايد فتحت علينا، من الحدائق البحر عودة الرياضة، ودائما قلنا أن هذه مشروطة على التزامكم بالمنزل للوصول إن شاء الله إلى المرحلة الرابعة. شكرا جزيلا لكم على متابعة هذه الحلقة، ونتمنى أنكم بقيتم الاستفادة بإذن الله. نعم وصلنا للختام مشاهدينا ومستمعينا الكرام، ولكن أذكركم أن برنامج المسافة الاجتماعية أصبح كل يوم اثنين بإذن الله من كل أسبوع، انتظرونا، إلى اللقاء.